تحت أعين الأمم المتحدة ارتكب النظام السوري مجزرة دوما التي استهدفها بغارات جوية قد تكون الأعنف منذ اندلاع النزاع في سوريا، إذ قتل في هجوم جوي على سوق شعبية ما لا يقل عن 100 شخص وجرح أكثر من 200 معظمهم من المدنيين. ففي أول زيارة لمدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفن أوبراين الذي تولى منصبه في أيار خلفا لفاليري آموس، كان الموفد الأممي شاهدا على المجزرة القريبة من العاصمة، حيث أعرب في اختتام زيارته سوريا عن ذهوله جراء هذا الوضع الكارثي الذي تعرض له المدنيون في دوما المحاصرة. أوبراين ناشد أطراف النزاع حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي، مشددا على أن الاعتداء على المدنيين غير قانوني وغير مقبول ويجب أن يتوقف. من جهته حمل الائتلاف السوري المعارض إيران ونظام دمشق المسؤولية الكاملة عن المجازر، مضيفا أنه يرى في التعامل الباهت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي مع هذا الواقع عاملا مساعدا في تصعيد المذابح ضد المدنيين السوريين. نطالب الدول الصديقة بدعمهم لتقديم مرتكبي المجازر وجرائم الحرب في دوما والغوطة والزبداني ووادي بردة وإدلب وجميع المناطق السورية إلى محكمة الجنايات الدولية. نضع المجتمع الدولي وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ومنظمة العالم الإسلامي والجامعة العربية، نضعهم أمام مسؤولياتهم تجاه الشعب السوري الذي يقتل ويذبح منذ 5 سنوات. كما أعرب الائتلاف عن أسفه لتجاهل جامعة الدول العربية ومجموعة أصدقاء الشعب السوري والاتحاد الأوروبي إصدار مواقف منددة بالمجازر.